مشاهدينا، وفي فقرتنا الآن راح نتكلم عن أبرز الترندات المحلية. وفي الترند الأول، معلمة تنتظر سنين تحولها إداريا. حناخد الموضوع هذا بتفاصيل أكثر. معي عبر الهاتف الأستاذة لطيفة الدليهان، ناشطة حقوقية في مجال التعليم ومشرفة تربوية. حياك الله أستاذة لطيفة. حياك الله أستاذة. أهلا بك. طبعا في البداية لو تقولي لي، متى يحق للمعلم التحويل من إلى العمل الإداري؟ المعلم عندما يستحق الوظيفة التعليمية أنه يكون على سلم الوظائف التعليمية، هذه تختلف عن سلم الوظائف الأخرى. نعم. في هناك حالتين أو إجراءين للتحويل إلى العمل الإداري. الحالة الأولى التحويل إلى الوظيفة الإدارية. نعم. الانتقال من سلم التعليمي إلى سلم الوظائف التعليمية، وهذا تتطلب بعض الإجراءات. أولا أن تكون برخصة المعلم يطلب أنه يتحول إلى وظيفة إدارية، وهذه الحالة يشترط استغناء إدارة التعليم. نعم. عن خدمة معلم، عن استغناء عنه. الحالة الثانية أن يكون المعلم مصاب بأحد الأمراض التي تعجزه عن القيام بعمله كمعلم. هذه الحالة إذا كانت خدمته أقل من 18 سنة يخفض له نصاب السنة. فإذا في مرضه عاد إلى وظيفته كمعلم أو استمر في وظيفته كمعلم، إذا انتهت السنة ولم يحصل له الكامل، يخير إما التحويل إلى إداري أو التقاعد للعجز الصحي. إذا كانت خدمته 18 سنة، فإن في هذه الحالة يخفض له نصابه سنتين، ثم يخير بين التقاعد للعجز الصحي أو التحويل إلى عمل إداري. أي من الحالات التي للمعلم أو تجبر المعلم على التحويل إلى عمل إداري وجود شبهة لانحراف سلوكي للمعلم أو فكري. نعم. أو أن هذا يسمى الإبعاد عن محيط الطلاب، مجرد وجود شبهة لدى المعلم يحال إلى العمل. يعني عند الشق الثاني، وهو تكليف المعلم بمهام إدارية كوكيلة و مشرفة أو أمينة مصادر أو قائدة مدرسة، أو هذه يشترط لها شروط وتخضع لمفاضلات من ضمن الشروط أو من ضمن عناصر المفاضلة سنوات الخدمة في السلم التعليمي المؤهل للأداء الوظيفي اجتياز المقابل. طيب أستاذة لطيفة، أنت كان في تواصل مباشر مع هذه المعلمة بالذات صحيح؟ نعم، تواصلت معها أفهم ما هي قضيتها وإذا كان بالإمكان يعني مساعدتها. طب هل هي عندها مثلا ظروف خاصة مثلا تلزمها أنه لازم تنقل على أنها تكون إدارية من التعليم للإدارة؟ أو مثلا هل أنت توصلتي لحل معاها؟ شفتي ليش طالت فترة انتظارها؟ الذي فهمته من المعلمة أنها فعلا قضاءات مالية أثرت على حياتها، غير قادرة، يعني هي تعاني، أنت معلمة لكنها تعاني في أداء وظائفها. نعم. كمعلمة هي لم تطلب التحويل إلى عمل إداري، خدمتها أقل من 20 سنة. هي طلبت تكليفها بمهام إدارية، يعني طلبت معنى أصح أنها تكون وكيلة أو قائدة في أي مدرسة من المدارس. نعم. أنا سألتها يعني هل دخلتي في مفاضلات زميلات وهل ترشح من هو أقل منك؟ قالت نعم، أنا قدمت أوراقي وقدم ترشيحات، ولكن في كل سنة أفاجأ أن هناك أقل مني يرشح للعمل الإداري أو للمهام الإدارية وكيل وأنا فهنا النقطة، يعني إذا فعلا ثبت لدى المعلمة وجود من هو أقل منها مفاضلة، سواء في سنوات الخدمة أو في الأداء الوظيفي أو في عدد أيام الغياب أو يحق لها رفع تظلم. لكن البعض زي ما شفنا في الهاشتاج هاجم طلب النقل إداريا، يعني واعتبروه انسحاب من مهنة التعليم. لا أبدا، لا يحق لهم المهاجم، لأن هذا نظام دولة ويسمح لها. أنا ذكرت حالات خير للمعلمة أنها تحول إلى وظيفة إدارية أو تطلب إلى وظيفة إدارية. فالمسألة يعني مسألة رغبة وظروفه والإجراءات الرسمية التي تلزمه بذلك. نعم. نعم أستاذة لطيفة الدليهان، شكرا لك.
بنشوف انه في بعض المواقف هذه اللي تحصل، لانه متى يتم نقلي من قسم الى قسم اخر، وبنشوف انه في بعض المشاكل، رغم انه المملكه العربيه السعوديه ووزاره النقل قاعده بتحاول انها تحل هذه المواضيع بطريقه او باخرى. صحيح.